أبواب المرأب متعددة الأسلوب والشكل والمواد، وقد تصنع من الفولاذ والألومنيوم والخشب والفاينل. سواء اخترتم الأسلوب البسيط المقطع أو الناعم والمركب، فإن علامة النوعية تتحد بوزن الباب الخفيف بكونه عازلا ومانعا الهواء. باب المرأب السكني النموذجي مصنوع من 4 لوحات، كل واحدة تبدأ بصفيحة من الألومنيوم أو الفولاذ، وهما معدنان يقاومان الطقس البارد. أما الناحية الناتئة فعليها طبقة من طلاء البوليستر. حسب النموذج تدخل الصفيحة عبر محدلة تطبع التركيبة كتقليد طحن الحبوب الخشبية، ثم تدخل إلى مطبعة تطبع التصميم. على هذا النموذج نرى المستطيلات، وعلى النماذج الأخرى نرى الخطوط الأفقية أو قد تكون خالية من النماذج. بعد أن تقص الآلة الصفيحة حسب عرض باب المرأب، تقوم آلة أخرى بالثانية عند الأطراف، وهذا ما يتيح مفصلا عرضه 1.5 سم لربط الصفائح. وطلاء البوليستر مطاطي، فهو يتمدد بسهولة مع الثني. والآن من الناحية الداخلية للصفيحة يسخنون صفائح المعدن اللاصق لتقوية المكونات المختلفة التي سيلصقونها لاحقا بباب المرأب. الأجزاء مثل المقبض، المفصلة والسناد تلصق بجهاز فتح الباب الكهربائي، كما يحدثون ثقبا يحقنون فيه لاحقا المادة العازلة. والآن يجمعون الصفيحتين للحصول على اللوح، ويشدون الأطراف بقطع من خشب الصنوبر، ومن شأن ذلك منع الهواء البارد من الدخول. كذلك يصنعون ملصقات عديدة تحتوي معلومات عن التركيب والصيانة والسلامة، ويضعون الملصق البرتقالي لتحديد موقع الصفيحة المعدنية، حيث سيضع العامل براغي المفصلة والمقابض. الآن يضعون رافدة من الألومنيوم على طرف كل لوحة، والتي من شأنها أن تثبت اللوح خلال عملية الحقن، وبعد الحقن ينزعون الرافدة. ثم يضعون اللوحة على عربة ويبدأون بعملية حشو داخل اللوح الفارغ بالمادة العازلة. من خلال الثقب الذي أحدثوه من قبل يحقنون زبد البوليوريثين، وهي مادة عزل بلاستيكية متوسعة مصممة لدخول الأماكن الصعبة. كذلك نرى في هذا العرض كيف تتوسع البوليوريثين وتصبح صلبة، مما يجعلها تخلف قلبا صلبا داخل باب المرأب. البوليوريثين من أخف أنواع المواد العازلة، وهي لا تجعل باب المرأب ثقيل الوزن. هكذا يبدو داخل اللوح عندما يقصو الزبد ويتجمد. الآن يضع العمال مختلف المكونات كالمطاط المانع للتسرب أسفل اللوح، وهو يمنع دخول المياه وتسرب البرد إلى المرأب من تحت الباب. في بعض النماذج نجد النوافذ على أبواب المرأب لمرور الضوء الطبيعي. يستعمل العمال أولا مسحاجا سريعا لإزالة المستطيلات حيث ستوضع النوافذ، ثم يدخلون إحدى النوافذ المتعددة الأشكال. هذه نوافذ بعازل مزدوج، فيها لوحتان حراريتان مع فاصل ألومنيوم بينهما. الإطار حول الزجاج متوافر بألوان مختلفة، إنه مصنوع من البي بي سي وهو رتنج اصطناعي لا يفقد لونه، ويمنع الإطار الهواء والمياه من الدخول. يوضب العمال أولا الأجزاء الأساسية للتركيب، ثم يزينون الصندوق للتأكد من عدم نسيان أي جزء منها. عند التركيب يثبتون لوحات الباب عند الحافة بالمفاصل، ويضمن نظام النابض توازن الباب وحركته. إن كان التركيب صحيحا فستتمكنون من فتح الباب وإغلاقه بسهولة تامة.